السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعينا الكرام ومرحبا بطلابنا الأعزاء. وحد النهاردة الحمد لله نحمد ربنا على كل شيء ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ مع بعض يا شباب، ما زلنا مع بعض في الإكسرسايزز. وقفنا المرة اللي فاتت عند الإكسرسايز اللي هو بتاع الجراف، تمام؟ ناخد المرة دي كويشن كده، بيقول لي إيه هنا؟ Grape sugar is considered a source for obtaining energy in humans. يعني ايه الكلام ده؟ Grape sugar is considered a source for obtaining energy in human. يعني سكر الجلوكوز او سكر العنب بيعتبر مصدر للحصول على الطاقة في الإنسان. Explain this statement، يعني وضح العبارة دي. نقول له الآتي، هنقول له The energy stored in the chemical bonds of grape sugar، يعني الطاقة المتخزنة في الكيميكال بونز، الروابط الكيميائية بتاع جزيء الجلوكوز، تمام؟ خدنا الكلام ده وشرحناه في الفيديو اللي قبل اللي فات، تمام؟ الروابط ديت او الكيميكال بوندز ديت، تمام؟ بتنطلق منها الانرجي باي اوكسيديشن انسايد ميتوكوندريا، داخل الميتوكوندريا، تمام؟ to be stored in another form، عشان تتخزن بطريقة تانية اللي هي الـ ATP، تمام؟ الـ ATP، تمام؟ adenosine triphosphate which can be used in other places، يعني نقدر نستخدمها في أماكن تانية in the cell، تمام؟ في السيل to perform، عشان تعمل vital activities، عشان تعمل vital activities، تمام؟ يبقى اشرح لك الحتة دي تاني وتالت ورابع، قلنا قبل كده ان دي اساس الكورس بتاعنا، تمام؟ بيقول لي السكر الجلوكوز او الجريب شوجر، تمام، بيعتبر مصدر للحصول على الانرجي في الانسان. اقول له لان الانرجي المتخزنة في الكيميكال بونز بتاع الجلوكوز مولكيول بتنطلق بواسطة الاكسيديشن داخل الميتوكوندريا، عشان نخزن الانرجي اللي طلعت من الكيميكال بوندز دي في الـ ATP، تمام، الأدينوسين ترايفوسفيد، عشان بعد كده الـ ATP ده يتنقل لأماكن تانية في الليفينج سيل عشان يعمل vital activities، تمام؟ طيب تعال السؤال اللي بعد كده، بيقول لي هنا The normal sequence for forming and producing energy inside the corn plant cells is، بيقول لي النورمال سيكونس، التتابع الطبيعي لتكوين او انتاج انرجي جوه الكورن بلانت. كورن بلانت ده اللي هو نبات الذره، الميز بلانت، ميز او كورن زي ما يجيبها لك. ايه السيكونس الطبيعي للموضوع ده؟ الاي تي بي، وبعدين يطلع منه جلوكوز، وبعدين يطلع منه ستارش، وبعدين يطلع منه جلوكوز، ولا ستارش يطلع منها اي تي بي ويطلع منها جلوكوز يطلع اي تي بي. احنا خدنا الكلام ده احنا لسه شرحينه، وبعد كده الجلوكوز وبعدين يطلع منه ستارش وبعدين جلوكوز وبعدين اي تي بي، ولا جلوكوز وستارش اي تي بي، مين السيكونس؟ احنا قلنا ان البلانت لما بيعمل فوتوسينسيس، تمام، خلاص بينتج ايه؟ الجلوكوز، صح؟ اول حاجه جلوكوز اهو، تمام. يبقى وبعد كده الجلوكوز ده البلانت بيخزنه على هيئه ايه؟ على هيئه ستارش، تمام. وبعدين الستارش ده لما البلانت بيحتاج انرجي بيعمل ايه؟
بياخدوا الجلوكوز جوه الميتوكوندريا ويكسر الكيميكال بونز عشان يطلع منها انرجي، ويخزن الانرجي او يحولها للانرجي سكانرسي، تمام، اللي هي الاي تي بي. يبقى السيكونس الطبيعي ده، تمام، ده جلوكوز ستارش جلوكوز اي تي بي، خلاص. طيب تعال السؤال اللي بعد كده، انزل بالكام، تمام، الكاميرا النهارده دي مظبوطه معانا. بيقول لي starch is from polysaccharides. starch is from polysaccharides. خلاص كده تمام، احنا عارفين الستارش من البوليساكرايدز. and used in sweetening beverages. البافريدجز بنعمل لها sweetening بالبوليساكرايد. يعني مش هترجم حاجة في السؤال ده، تمام. starch is from polysaccharide. تمام، خلاص احنا عارفين ايه، ان الستارش من البوليساكرايد. and used بنستخدمها في السويتنينج بتاع البافريدجز، تمام. طيب انهي بقى اللي تشوز الايه الكوريكت انسر. بيقول لي دول كده تو ستيتمنتس، اول ستيتمنت اهي ولا ثاني ستيتمنت اهي. التو ستيتمنتس ار كوريكت اند ريليتد، يعني الاثنين صح ولهم علاقه ببعض، ولا الاثنين صح وما لهمش علاقه ببعض. The two statements are correct and unrelated، ليس لهم علاقة ببعض. ولا the first is correct and the second is wrong، الأولى correct والثانية wrong. ولا the first is wrong and second is correct. هنختار أني، هنقول البوليساكرايد starch is from polysaccharide، يبقى the first is correct. طيب تعال، and used in sweetening beverages، وبتستخدم في sweetening beverage. الستارش بتستخدم في sweetening. الستارش بتستخدم في sweetening. No، تمام. يبقى the first is correct and the second is wrong. The first is correct and the second is wrong. The first is correct and the second is wrong. So this is the end of our video, and I wish you have a good time in this hot summer, and I wish you have a good time. Thank you for following me. Please press subscribe, like and leave comment. Goodbye.